مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه من قلب سوق واقف بدوله قطر. الجمهور العربي، الجمهور المغربي كذلك حاضر في هذا الاثناء، كيحاول انه يشجع ويساند المنتخب الوطني. يعني شوفوا معي الاجواء هنا بسوق واقف، اجواء صراحه اللي جميله، اجواء اللي كل العرب خارجين في هذا الاثناء كيحتفلوا وكيحاولوا انهم يستعدوا للمباراه المصيريه، المباراه الكبيره اللي غادي تجمع المنتخب المغربي بالمنتخب الفرنسي. العيون ديالنا ان شاء الله في هذه المقابله هذه اننا باش ننتصروا، نحققوا المراد، نفرحوا الشعب العربي ونفرحوا الشعب المغربي. كيف ما شفنا الاحتفالات اللي ما سالاتش في المغرب، كما ان الاحتفالات لا زالت متواصله بكاع بقاع دول العالم. صراحه المنتخب المغربي استطاع انه يرجع هذيك الثقه للشعب المغربي، لاننا صراحه عندنا شباب اللي بينوا على الكفاءه ديالهم، عندنا لاعبين بينوا على روح قتاليه. كنحيوهم من هذا المنبر هذا وكنطلبوا ان شاء الله انهم بنفس الروح وبنفس العزيمه يمشيوا عليها باش اننا نفوزوا على المنتخب الفرنسي ان شاء الله. كيف ما شرحت لكم مشاهدينا الكرام على ان جميع العرب متحدين وكيحاولوا انهم يكونوا بجانب الجماهير المغربيه ويساندوهم طيله هذه الايام قبل المباراه اللي غادي تجمع المنتخب المغربي بالمنتخب الفرنسي ان شاء الله. الاعيون ديالنا على الانتصار في هذه المباراه هذه، وكنطمحوا اننا نمشيو لابعد نقطه. يعني صراحه ويد الراقي كيقول للجميع دائما انه يديروا النيه باش اننا نمشيو لابعد نقطه. هذه الكلمه ديال نديروا النيه وصلت اصلا ديالها حتى لليابان وكذلك كوريا، اللي كيف ما شفنا احد الجرائد اللي فيها الصوره ديال بونو كيتالق وكاتبين عليها ديروا النيه. كنحييو جميع المغاربه اينما كانوا، شوفوا الاجواء هنايا ب سوق واقف، صراحه اجواء حماسيه، الشعب العربي كامل خارج في هذا الاثناء كيف ما كتشوف. يعني احتفالات اينما ذهبش، احتفالات في جل المناطق ديال دولة قطر. يعني احتفالات بسوق واقف، احتفالات بلوسيل، احتفالات بالمشيرب. المغاربة صراحة قدروا انهم يبينوا على اننا شعب محترم اللي خلاو واحد المكانة جميلة عند جميع العرب. وكيف ما شفتوا معنا العرب كاملين لابسين قميص المنتخب المغربي وهازين اعلام ديال المنتخب المغربي وكيحتفلوا وهما فرحانين. وصراحه اللي التقينا معاه في هذه المنطقه هذه يقول لنا شكرا لكم على هذا الانجاز العظيم اللي رفعتوا لنا راسنا به في مونديال. وكيف ما قال لي احد المره من هنا، قال لي باللسان ديالو ان مونديال العرب كان لازم ان يكون فيه منتخب عربي يشرف الكره العربيه. يعني كلام صراحه جميل، كلام كان موزون، يعني قالوا من القلب ديالو. وتحيه كبيره لجل العرب اللي واقفين مع جميع المغاربه هنا بدوله قطر، وكذلك تحيه للشعب الفلسطيني اللي شفناه خارج فرحان في دوله فلسطين بعد نهايه المباراه المنتخب الوطني امام المنتخب البرتغالي. كيف ما كتشوفوا معايا مشاهدينا الكرام، حضور غفير للجماهير العالميه العربيه كذلك، كل شيء فرحان بهذه الاجواء، كل شيء ناشط. كنحيوا دوله قطر على هذا التنظيم هذا. كنتمنوا كذلك الجمهور المغربي تتاح ليه الفرصه باش انه يدخل في المباراه المقبله ان شاء الله امام فرنسا، باش تكون تشجيعات قويه باش نحاولوا اننا نشجعوا المنتخب المغربي باش يفوز في هذه المقابله ان شاء الله. وحنا ان شاء الله دايرين النيه باش نمشيو لابعد نقطه في هذا كاس العالم ان شاء الله. حققنا انجاز عربي، حققنا انجاز افريقي، لما لا نكملوا في هذا المسار هذا ونمشيو للنهايه. وصراحه جل العرب العين ديالهم
في هذا الكاس العالم ان يديه المنتخب المغربي. كنتمنوا من القلب صراحه رغم هذا الانجاز العظيم اللي ما قدرش حقه اي منتخب عربي وافريقي اللي غيبقى في التاريخ. 2022 دخلت على المغاربه بالفرحه بعد عده مشاكل وعده ازمات، لكن المنتخب المغربي قدر انه يدخل الفرحه والبهجه في وجه جميع المغاربه اللي شفناهم صراحه ما نعسوش من بعد لقاء امام اسبانيا، وكذلك اضعاف هذا الشيء شفناهم ما نعسوش من وراء مقابله ديال المنتخب المغربي امام المنتخب البرتغالي. يعني هذه هي الاجواء هنا بسوق واقف. هذا السوق هذا اللي ولا نقطه ديال تجمع جميع الجماهير لا عالميه ولا كذلك عربيه، اللي بعد كل لقاء كتلقاهم هنا في هذه المنطقه. هذا هو المكان اللي تقدر انك تلتقي فيه اي احد من الجماهير لا عربيه ولا عالميه. يعني كيف ما كتسمعوا معايا الشعارات والاناشيد من مختلف الجماهير العربيه والعالميه اللي فرحانين بهذه الاجواء الجميله هنا بقلب سوق واقف. كنتمنى مرة أخرى أن المنتخب الوطني يوم الأربعاء إن شاء الله يحصد لنا بطاقة تأهل للنهائي ونبقاو غاديين حتى النهائي إن شاء الله. والحمد لله كيف ما كان الحال أننا فرحانين بهذا الإنجاز. كنحييو الشعب العربي على التضامن ديالو مع الشعب المغربي اللي صراحة البهجة والسرور على وجه جميع العرب بسبب هذا الإنجاز العظيم وهذا الإنجاز التاريخي. إذن مشاهدينا الكرام كنتمنى أننا نكون قربناكم ما أكثر الأجواء هنا بسوق واقف اللي كيعرف حضور غفير للجماهير العربية والجماهير المغربية اللي كتحتفل دائما بهذا الإنجاز. وكنتمنوا كذلك من جميع المغاربة أنهم يكونوا كيحتفلوا بجميع بقاع العالم بهذا الإنجاز العظيم وهذا الإنجاز التاريخي. ونتمنوا حظ سعيد للمنتخب الوطني أمام المنتخب الفرنسي، لأن صراحة عندنا حظوظ كبيرة أننا نقدروا نفوزوا. لما لا؟ لأن عندنا لاعبين كبار مثل زياش، أمرابط، أو ناحي، حكيمي، يعني جل اللاعبين صراحة اللي استطاع وليد الركراكي أنه يدير فيهم واحد الثقة اللي كنا كنشوفوا واحد القتالية وواحد الروح وواحد العزيمة. يعني شعور لا يوصف. لكن كنتمنوا مرة أخرى أن الجمهور المغربي اللي كاين هنا يقدر أنه يحجز التذكرة ديالو باش يدخل في المباراة المقبلة إن شاء الله، المباراة اللي غتكون مصيرية، مباراة اللي العالم كامل غادي يشاهدها صراحة. يعني قدرنا أننا نبرهنوا للعالم أننا منتخب قوي في هذا المونديال، مونديال قطر. يعني كيف ما كتشوفوا مشاهدينا الكرام شعارات وأناشيد من طرف الجماهير العربية في هذه الأثناء اللي فرحانة بهذه الأجواء، الأجواء الجميلة. كنتمنوا أن هذه الأجواء تبقى مستمرة إن شاء الله. الحمد لله أننا وصلنا للنصف النهائي، إنجاز كبير، إنجاز عظيم. يعني صراحة تحية كبيرة للمدرب وليد الركراكي اللي قدر أنه يفرح جميع المغاربة ويفرح جميع العرب. وصراحة كنشوف بعض السعوديين أنهم حفظوا كلمة راس لافوكا، كلمة اللي ولات لقب وليد الركراكي، وكذلك كلمة سير 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 اللي كنسمعوها من عند جميع العرب في هذه المنطقة هذه. يعني صراحة بينا للعرب أننا منتخب قوي، جمهور قوي، لجميع المباريات كيكون الملعب ممتلئ عن آخره، كتكون أناشيد جميلة، شعارات رائعة،
تحية كبيرة للجماهير اللي تحملت عنا السفر وجات لدولة قطر باش تشجع المنتخب المغربي، وكنتمنوا أن الاحتفالات تستمر إن شاء الله. يعني هذا هو المكان اللي كيجيو ليه العديد من الجماهير، سوق واقف المعروف بهاد الفرحة اللي أي واحد قلتي ليه سوق واقف غادي يقول لك المكان اللي كتجمعوا فيه جميع الجماهير العربية والعالمية. يعني متمنياتنا مرة أخرى للمنتخب الوطني بالفوز في هذه المقابلة هذه، وكيف ما قلت شرط لكم في الأول أن عند بداية هذا المونديال على سولتي شي واحد ما كانش أنه كيظن المنتخب المغربي غادي يوصل لهذا النصف النهائي، لكن الحمد لله بعزيمة الرجال قدرنا أننا نحقق المبتغى ونوصله للنصف النهائي. إنجاز يكتب من ذهب، وشكرا لأي واحد شجع المنتخب المغربي، وشكرا لأي واحد تاق في المنتخب المغربي باش أنه وصل لهذا الدور هذا. والحمد لله احنا فرحانين بهذا الانجاز العظيم، كما ان جميع العرب فرحانين بهذا الانجاز العظيم. وكيف ما شفتوا معنا على قناه شوف تي في لان العديد من الجماهير غادي توصل يوم غد ان شاء الله. طريق السلامه للجميع، احنا في الانتظار ديالكم ان شاء الله باش نحتفلوا هنا ان شاء الله. مهما كانت النتيجه ان شاء الله راحنا غادي نحتفلوا بها وغادي نفرحوا بها كيف ما احنا الان فرحانين بها. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعه ديالكم الوفيه لقناه شوف تي في، وكنحاولوا دائما ان نقربكم كل ما هو حصري وكل ما هو جديد من دوله قطر اللي كيف ما شفتوا معنا في عده لايفات فرحه وسرور على وجه جميع العرب. مشاهدينا الكرام كنشكركم على حسن المتابعه، وكنقول لكم متشوفين غنلتقيو في بث مباشر قريب ان شاء الله، والى اللقاء.